هل لديك دقيقة ويكي لمعرفة كيف تحمي ويكيبيديا خصوصية القراء؟ لعلك سمعت عن المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تتعقب الزوار مثلك وتبيع بياناتهم ومعلوماتهم الخاصة، وهذا ليس هو الحال مع ويكيبيديا. هدف ويكيبيديا أن يكون الناس قادرين على تبادل المعرفة والوصول إليها بحرية وأمان. ولتحقيق ذلك، فإن مؤسسة ويكيميديا، المؤسسة غير الربحية الداعمة لويكيبيديا، تحافظ على الخصوصية ضمن اهتماماتهم في كل ما يفعلونه، لأن الناس لا يمكنهم مشاركة ما يعرفونه ويتعلمونه من الآخرين في حالة الخوف من تتبع الإعلانات لهم أو التجسس عليهم أو الخوف من الرقابة أو الخوف على سلامتهم الرقمية. تجمع ويكيبيديا معلومات قليلة جدا عن القراء والمساهمين، ولا تبيع بياناتهم أبدا، كما أنه لا يطلب من أي شخص إنشاء حساب. في عالم أصبحت فيه البيانات الشخصية عملة تستحق الخصوصية كل بنس. وهذه طريقة حماية ويكيبيديا لخصوصية القراء في دقيقة فقط.